السلام عليكم، معكم بيل الجحيش في حصة جديدة من باتيسي. اليوم راح ندير لكم لو فوندون شوكولا افيك اون غلاس فاني. حاجة الاولى اللي نديروها نوجدو الشوكولا تاعنا تاع باتيسي، ندوبوها انا هنا في لاريسيت تاعي نسحق جوج 200 غرام. دونك خليت ان بيتي مورسو على الطابلات تاعنا فيها 250 غرام ومقسمه على 10 كاريات، لكل كاري فيه 25 غرام. دونك حتى نتوما في الدار تقدروا بلا ما توزنوا تعرفوا ابيبري شحال عندكم الميزان. نحطوا الشوكولا تاعنا في الميكرووند الدوب. دوكا نخلطوا البيض تاعنا مع السكر، فو جوست بلانشير فوالا. نروحو نجيبو الشوكولا تاعنا. الشوكولا تاعنا دابت، دوكا نحطو لها لو بوغ. فوالا الميلونج تاعي بر اي شوكولا راه وجد. دوك نفرغوه في لا بروميير ميلونج اللي هو لو سوكر اي لي زو. فوالا نخلطو. فوالا ونكمل بلا فارين. نخلطو بيان باش نحطو في دي رامكان. درتلهم ديجا لو بوغ و لا فارين. دوكا مابقى غير نحطوهم دون اون بوش ونطيبوهم. نعمرو حوالي 90% من لو غرام تاعنا. فوالا لي فوندون تاعنا راهم واجدين. بقاونا غير نطيبوهم على 190 درجة مئوية لمدة 6 دقائق ونحن نرجع بعد الفاصل. لي فوندون شوكولا تاعنا راه واجد. دوكا راح نقدموه اون بول دو غلاس.
انا نحب لا غلاس فاني نديرو له اون كونيل فوالا شوفوا الفوندون تاعي صحتي ورمضان مبارك.